سنوات والشعب يستمر في مسيرته بنفس القوة بنفس الزغم بنفس القناعة بل في كل يوم وفي كل منعطف تتأكد الخيارات التي أخذها هذا الشعب أن يتحرك بطريقة سلمية عبر الممارسات المشروعة وفقا للمواثيق والمعايير الدولية من أجل استرداد حقوقه. قالها الشعب في أكثر من مرة: لن نتراجع لن نتوقف مهما كلف الأمر سنحصل على حقوقنا.